معقولة كبروا بالشكل ده؟ معقولة يا واصل تقول لي دقايق وتقضي ليل كله في المعمل؟ ده انا نمت من كتر ما استنيتك. بتدور على ايه من الصبح يا دكتور واصل؟ على انواع من الزهور لنبات بري. من اي فصيلة؟ الحقيقة معرفش، هو ما وردش عليا قبل كده. مش ممكن، لازم هتلاقيه في المراجعة دي. الا اذا كان نوع شيطاني العلم لسه ما اكتشفوش. قالوا لي انك اعتذرت عن محاضرتك وقضيت النهار كله في المكتبه. ايه في حاجه؟ لا ارجوك. كده هتخبي عليا؟ انا كمان هخبي عليك وانت الخسران بقى. قولي لي يا هند، تفتكري في زهور لو الانسان بصلها يفقد الاحساس بالزمن؟ طبعا في. تعرفي ايه عنها؟ لو حبيبي ادالي ورده وبصيت لها ساعتها لا هحس بمكان ولا بزمان. هي دي كل معلوماتك؟ لا طبعا. معلومات اكدها لي الدكتور النهارده. معلومات عن الزهور؟ اي عن زهرة حبنا. انا حامل يا واصل. بجد؟ اي مبروك، هيكون اجمل زهرة في الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الوقت ما مرش ليه؟
في ايه يا واصل؟ كل يوم سهر؟ مش يا دوب تنام عشان تقدر تروح الكلية الصبح؟